في إطار المهام التي تقوم بها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من أجل محاربة تهريب المخدرات بشتى أنواعها، قام مكتب الجمارك تحت إشراف النيابة العامة المختصة وبحضور باقي الأجهزة والسلطات اللامركزة على مستوى إقليم العرائش بعملية إتلاف عن طريق الإحراق لكميات مختلفة من المخدرات المحجوزة والمسلمة لهذا المكتب. وقد همت هذه العملية أكثر من 4700 كيلوغرام من المخدرات من شيرة وطابة وكيف، إضافة إلى المخدرات القوية أي أكثر من 9600 قرص مهلويس وباقي المخدرات القوية من هيروين وكوكايين وغيرها. وقد مرت هذه العملية في أحسن الظروف من التنظيم والإنجاز من بدايتها إلى نهايتها. المخدرات المحلية 4157.218 كيلوغرام من الشيرة، 443.489 كيلوغرام من الكيف، و 140.02 كيلوغرام من الطابة. بالنسبة للمخدرات الصلبة 9685 قرص مهلويس ولفافة و 40 غرام من الكوكايين والهيروين، إضافة إلى 326 علبة من السيليسيوم.